خلينا نشوف، كلميني بكرة. أوكي، باي باي. كان لذيذ، كان لذيذ. أنا حاسة إن في حاجة من يوم المكتبة، أصل أكيد في بنات كتير حواليه يعني كان ممكن يشوف نمرتي ويسوق. وبعدين مامته حبتني، بس اللي يكون بيقولي بكرة وبيزحلقني لتكون هند اللي في دماغه. احنا ما نقدرش نقولك هو بيحبك ولا لا، بس نقدر نقولك انك مع نظام حكاوي بكره من فودافون، اللي هتتكلميه النهارده هتتكلمي قد بكره ببلاش ولو حتى دقيقه، وان شاء الله خير.